الصغيرة اللي كنت طالعة فيديو من يومين، يعني فاكرة كده اللي حصل معايا عملية نصب، واللي هو حد نصب عليا ان انا قلت يعني شهرت بواحد انا مكنتش اعرف افتكره من المشاهير بتوع تيك توك، محمد رمضان، زي علي ربيع، زي عصام صاصا، زي الناس المشهورة دي. فانا مكنتش اعرف ان الفيديو ده يجري لأي حاجة، ولما انا قلت ان هو اعتدى عليا، انا ما كانش حد اعتدى عليا ولا حد كان لمسني. هو كان قايل لي في الفيديو، كان قبل ما نصور الفيديو ولا يتكلم ولا يعمل اي حاجه، كان قايل لي اقطع التيشيرت من هنا وكلام الروايه. قلت له لا. كنت فاكراها مشهد تمثيلي، ولا بيقول لك كده كنت فاكراها مشهد تمثيلي هيوريه لحد. فانا ما رضيتش اقطعه علشان والدي لو شافه هيضربني. وقال لي هجيب لك شوكولاته، لا اما اخد 50 جنيه هجيب لك شوكولاته، لا اما. قلت له لا، انا كنت رايحه اصلا عمل خير، ان انا رايحه اوزع على الناس الكبيره لحمه. فانا كنت بروح معاه حفلات كتير ومشاوير كتير، بس ما كنتش اتصور ان هو يعمل معايا الحركه. طب انت اتعرفت عليه ازاي؟ يعني مين عرفك عليه ولا شفتيه فين؟ كان بيساعد والدتي 50 جنيه كل شهر. احنا مكناش نعرفه، هو احنا كنا نعرف مرات اخوه. والدتي كانت مقدمة لها ورق، فهي قبلت الورق وكده، فكانت مع استمرار كل شهر بتدينا 50 جنيه. فهو عشان 50 جنيه دي هو كسر عينينا. كسر عينكم ب50 جنيه، فانت عملت كده عشان ال50 جنيه يعني؟ لا. ولا عملت كده ليه طيب؟ عملت كده ان انا اشيل اهلي من العودة دي، ويعني ما خليهمش يعني مد ايدهم لحد. يعني هو بسبب الفلوس كنت عايزه تخلي الدخل كويس وتجيب لهم فلوس. ما كنتش قصدي ان انا بقى شهر بحد ولا اتبلع على حد. ويعني انا من ساعه ما الحوار ده حصل، انا رانيا دي ما بقتش ضحكتها ترجع زي الاول. ليه بقى؟ مش هترجع زي الاول الا لما اشوف حق اهلي رجع. انت حاسه بيه دلوقتي؟ طيب انا جوايا نار، مش هتفي لما اللي قدامي ده، حتى لو هو هيموت خلاص، وان انا هسامحه مش هسامحه. مش هسامحه. مش هتسامحيه. طب انت ايه لما باباك عرف ان انت عملت الفيديو ده وشاف، كان ايه ردة فعله؟ اتصدم. اتصدم، ما عملكش اي حاجة؟ ولطم على وشه وطلع ضربني. ضربك. هو واختي. طب دلوقتي هو فين؟ هو بابا. بابا تعبان في البيت. تعبان بسبب الحكايه دي يعني؟ هو اصلا مريض. مريض بالكلى. فلما جاله بقى بعدها جاله حاجه في رجله وجعته، فما كناش بنروح، معناش فلوس نجيب للدكاتره. فصرفنا امبارح ووديناه الدكتور، لطم على وشه. طب انت يا رنا كنت تعرفي ان الفيديو اللي هيصوره لك ده هينزل على الفيسبوك والنت والكلام ده؟ مفيش اي حاجه من الكلام ده. وهو قال لي اصلا لما يوريه لمحمد رمضان هيوريه له من داخل التليفون. حتى مش هيبعتهولي. يعني هو قال لك ان انا هصورك الفيديو ده وابعته لمحمد رمضان؟ هو هيوريه. هيوريه. اللي هو اللي خلى محمد رمضان ده محمد رمضان. اللي هو اللي خلاه يعمل كليبات. يعني هو فاهمك ان هو اللي اكتشف محمد رمضان وهو اللي خلاه يمثل؟ لا، اللي هو الشخصيه بقى اللي شغال معاه. محمد رمضان ده. قال لي انا هوريه له كده، ويعني مشهد سينمائي زي مثلا اللهم صل على النبي، جت واحده تطلع على الفيس وتكتب نشر ده حصل معايا 1 2 3 عملية نصب ومش عارفة ايه، طب انا ببعتلي من واحد فلان فلان كل ده كده. وفي الاخر تيجي تقول انا كنت بهزر. يعني انا ما كنتش اعرف ان كل الكلام ده يحصل ضرر، مش عارف يعني ايه اعتداء. ولا لحد دلوقتي لما اسأل ماما بتقعد تقولي مالكيش دعوة. يعني انا لو يعني احنا ناس بنقول يا حتة دارينا، مش يا حتة دحينا سرك. احنا ما بين 4 حيطان بتقفل بنطفي انوارها الساعة 4. مننزلش ومنروحش نوادي زي صحابي، بس عادي بشكر ربنا.
غيرنا مش لاقي البيت اللي احنا عايزين فيه. صح ده هي. طب انت اللي خليك عملت كده عن الفلوس، كنت عايز ايه؟ طب من الفلوس يعني كنت بابا عليه صوت، فكنت عايز اشيل عنهم المسؤولية شوية. فانت تخيلت بقى لما تعملي كده هتتشهري وتجيبي فلوس اكتر فتريحيهم. ايوه. طب انت اول ما شفت الفيديو على النت انت كرانيا عملت ايه؟ انا كرانيا انا انا اتكسرت غير لما بابايا طلع طلبني واتكسرت بزياده. بس قلت مش هسكت، لازم اطلع واوعي اكتر من بنت غيري. في بنات كتير هيتعمل معاهم نفس الحركات ما يسكتوش، روحوا الأمومة والطفولة. يعني المجلس ده مجلس جميل جدا، ناس محترمة. رحت اتكلمت معاهم، انا كنت داخلة ومش قادرة، كنت حاسة ضحكتي دي مش هترد تاني. هي دكتورة هي نعمة الأدب، هي نعمة الاحترام، ورحبوا بينا. يعني كانوا معتبريني انا واحده منهم، مش واحده جايه قالوا لي شكوى مش عارفه ايه والكلام ده. هم قالوا انا مجني عليا، ثم قالوا لي انت بطل. طب هو محدش عمل فيك حاجه يعني؟ محدش تعدى عليك زي ما قالوا، ولا حد لمسك، ولا حد عمل اي حاجه؟ محد. المشكله كلها ان هو صورك في فيديو ونشر على الفيسبوك. مش على الفيسبوك بقى، على التيك توك. على التيك توك. احنا ما كناش نعرف اصلا ان ده فيديو كليب تيك توك. كنت عارف ما كنتش عملت ايه؟ عشان اهل بابا سعيده وكده، لو كان شوف حاجه زي كده كانوا طيروا العكس. طب انت لما اتواصلتي معاه، طيب بعد ما شفت الفيديو ده اتواصلتي مع الراجل اللي قال لك ده؟ قال لك ايه بقى؟ كل حرام، انا اذيتك في حاجه. كان بيتكلم بكل برود. كان ده لو انا كان هو قدامي كنت شنق. كنت عادي، ما كنتش ابقى كمل الوعي، بس هرجع اهل هبتهم. يعني كلامهم كلام الناس مش قليل. كلام الناس بيسأل وبيعمل وبيعمل. بس انا هقول لك حاجه يا بابا، الكلمه دي هترجع لابويا برضه. انت عرفت تربي، عرفت تربي ان بنتك محدش يقدر يمسك ايديها، محدش يقول لها تعالي بالسيل. بس انا بتضحك عليا، ضحك عليا لان انا كنت معتبره زيك يا بابا، ومفيش حد زيك. طب بالنسبة لكلام الناس بتواجهها ازاي في الشارع بتاعكم؟ الناس بتقول عليك ايه؟ بيقولوا كلام مش كويس. اي حد قالك في وشك كلام مش كويس؟ يعني لا يتكلم مش بيتكلم في وشك. طب سمعت حاجة، حد قال حاجة يعني؟ انا جيت معدية في مرة، جيت واحدة بتقول هي، فجت واحدة برضك وقفتني في فضل الملوك وقالت لي يا بنتي انا شفتك على التيك توك، انا شفتك على الفيس، شفتك على قناة صدى البلد. قلت لها لا انا ما بطلعش على القنوات دي ولا اعرف حاجة زي كده. رأيت بتقول لي لا هو انت. قلت لها مش انا، عشان محدش يعرف ان انا، يروح يقول لي لأهلي. انا اهلي بابايا مستاهلين. هما لحد دلوقتي برضك بيستعروا مننا، عشان احنا ناس فقيرة وكده، ان احنا ناس على قدنا. احنا يوم بناكل وعشرة لا، بس بنحمد ربنا برضو وبنقول سترك وردك انت مستحيل يا رب. انا لولا كده اقسم بالله كنت انا ليا اصحاب مش حلو. انا كنت يعني انا الفترة اللي فاتت دي كلها قبل ما اعرف الكلام ده كانوا صحابي. يعني انا بابا كان بيمشي يسيب لنا البيت، وكان بيعمل بس برضو ما اقدرش ان انا اوسخ سمعته. ما اقدرش اخلي واحد انا كنفسي ما عملهوش شراب والبسه، هو يعني عمل حاجات ما كنتش اتخيلها. مفيش واحد هيرضى، يعني مفيش اي بنوك هترضى تدي لعيلة عندها 15 سنة قرض 20,000. ايه حكاية القرض ده؟ شنو اللي فيه؟ ان هو كان عايز ان انا، يعني لما كنت بقول على الاستاذ محمد عبد الظاهر ان انا كنت طالعه مفكره زي محمد رمضان والكلام ده، قال لي قولي ان هو كان عايز يفتح. قلت اديتيله الفلوس دي عشان يفتح لي كشك ورد، وهو كان ب50 وادولك ب20. كل الكلام ده هو كان بيحفظوني والله، انا ما كنتش عارف اي كلمه منه. وهو كان واقف من ورا الكاميرا شغال يعمل لي الكلام ويقول لي كذا وكذا، كنت انا عماله اقول
يعني لو لاحظت في الفيديو تلاقيني كنت بعمل كده وبرجع تاني بستنى. فيعني انا والله العظيم تربيته بيا كانت هو هو كان بيسيبنا كتير، بس انا كنت عارفه بيسيبنا ليه. كان بيسيبنا عشان ما يقولش ان هو معهوش فلوس، كانش عايز يقول لواحدة فينا انزل اشتغل. هو احنا اشتغلنا، ما نقولكش احنا مشتغلناش، ونزلنا وتعبنا. بس عمري ما شفت اللقطة دي حصلت معايا الا هي سنة 2024 جاي علينا بخروج. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ عايزة بس حقي يرجع. يعني ناس كتير بتقول عليا ان انا مش كويسة، بس ليه حقها يجي سريع اقف في وش التخين واقول له انت غلطان. صحابك قطع علاقتك بيهم ولا لسه بيكلموك وتواصل؟ هم انا قطع علاقتك. محدش بيكلمني، حتى اللي بيشوفني في الشارع كان ولا يعرف. طب انت حابه تقولي لهم ايه لصحابك دول؟ كانوا بيحبوك اكيد، وكان في صحاب مقربين ليك يبعدوا عنك؟ ما كانش ليا صحاب الا واحده وماتت، هي دي اللي كانت غاليه عليا قوي. ولما فقدت انا تعبت، ومن بعدها الفيديو بقى قسم وكده سنة 2024. ربنا يهلها ان شاء الله. مرانيا معلش تتكلم معانا، ايه احساسك انت لما شايفه بنتك في الموقف ده؟ وجعني على بنتي. دي بنتي اتقصرت، بنتي استغلها استغلال وحش. انتوا ما بينكم مصالح، تحطوا الناس ابرياء ما لهمش ذنب ليه؟ تحطونا ليه في الوضع ده؟ ما عملناش حاجه. انت عندك حاجه هو عنده حاجه، احنا ما لناش ذنب اي شيء. ليه كسرت الطفله زي دي؟ ليه؟ عملت لك ايه؟ لاذتك ولا دخلت لك قالت لك عايزه كذا ولا عايزه كذا؟ ليه عملت فيها كده؟ ليه دمرتنا؟ ليه؟ انا بشكر مجلس الامومه والطفوله، وبشكر المهندسه نيفين عثمان، وبشكر ام المصريين كلها الاستاذ السيسي، وبشكر سياده الرئيس اللي هو في الفيديو يقول لك انا بناشد سياده الرئيس. طب سياده الرئيس يقف معاك في ايه؟ هو بيقول كده في الفيديو. في الدهام طفلة لواحد احنا ما نعرفوش ولا عمرنا شفناه. انا بقى اللي بناشد سيادة الرئيس ابو المصريين كلهم ان هو يقف معانا احنا. انا بناشده ان احنا في تنمر في كل حاجة. بنتي اتدمرت، دمر بنتي، حسب الله ونعم الوكيل فيك، حسب الله ونعم الوكيل. انت كنت تعرفي حكاية الفيديو ده ولا بعد ما صورته عرفتي؟ بعد ما صورته عرفت. ورحت له قلت له ايه الضرر؟ قال لي ما فيش اي حاجة، ده بنتك بنتي. ولو هتتجهز من جنيه ل200,000 انا هقف معاه. طب ليه؟ طب ايه السبب في ده؟ يبقى هو كان مخطط للموضوع. انا ما كناش نعرف اي شيء. احنا ناس على الله بنمشي جنب الحيط، يوم في ما فيش خلاص الحمد لله بنحمد ربنا. لكن هو اللي استغلنا. انا بناشد كل المسؤول كل حد يقفوا معانا. انا بشكر حد كمان، بشكر الاستاذ صبري، لان هو اللي اتبنانا وهو اللي واقف في ظهرنا. بصراحه ربنا انا بشكر ربنا ان عرفنا باستاذ صبري، راجل ونعمه الاحترام، ربنا يبارك له ويخلي له عياله ما يشوفش حاجه فيهم وحشه. والله العظيم انا فعلا يعني بعتز بالناس اللي بتقف جنبي وفي ظهري. طبيعي ان الناس كانت رد فعلها في الشارع قرايبك، ناس جيرانك. هقول لحضرتك على حاجه. انا لما والدتي عرفت، انا والدتي اتصدمت، قالت لي ايه ده؟ قلت لها والله يا ماما ما هو استغلنا يا امي، علشان انت عارفه ان هو بيقبضنا كل شهر. والدتي زعلت. فانا بصراحه ربنا ربنا يبارك في سياده استاذ صبره، قال لها بنتك بطله، بنتي بطله ما عملش اي شيء الحمد لله. انا بقول لهم امشوا ان شاء الله، بس هو ما فيش حد بيجي جنب عيالي، لان احنا ما لناش سلطه بحد ولا انا ده ولا من مدرستنا لبيتنا وكده، ولا بنروح ونخرج زي اللي بيخرجوا، ولا ده قافلين بابنا على نفسنا. لكن هو اللي جه فتح الباب. انا كنت باخد عشان اخد شهاده الاسره الاولى، كنت باخد عيالي على كتفي اسبوع او اسبوع لا، وكنت بقول للطعام مش معايا فلوس، لحد ما ربنا كرمني بالشقه دي.
انا كنت الاول قاعده في حي العيشه. جيت للسادس، انت ليه اذيتني انا؟ ليه اذيت بنتي؟ ليه كسرتها؟ ليه ترضاها لبنتك ولا بنت اخوك؟ حط نفسك انت في الوضع ده، ليه انت عملت معانا ليه كده؟ احنا يعني ما جيناش لجنب حضرتك، انتوا نفوسكوا عالية، احنا ناس يا عم ناس جرابين ملناش اي صلة، بس انتوا المفروض ما كنتش دوست علينا او كده. حرام عليك. انا بناشد سيادة الرئيس ابو المصريين كلهم واللي بينصر الست المصرية ان هو يقف معانا، وكل مسؤول في البلد، انا بناشد كل الناس ان هم يقفوا ويرجعوا الضحكة لرانيا. رانيا كانت صافية وجميلة عاملة زي السما، بس هو لما كسرها ابتدت السما تنطر، بس تنطر بحزن قوي قوي. عمر رانيا ما كانت كده، رانيا بنتي كانت جميلة وشمعة بتنور، هو السبب في استغلال كل حاجة واستغلال نفوذه ودوت وده. احنا بس عايزين نسمع القصه من الاول من حضرتك زي ما سمعناها من رانيا. هو الاول كان حد بيديكي 50 جنيه كل شهر، هو الراجل ده كان بيديك 50 جنيه كل شهر، بعد كده راح خد رانيا تعمل فيديو. هو كل يوم كان في رمضان يرن عليا، يا بنتي انا عماله اتصل بيك عشان تيجي تاخدي اللحم، يا بنتي انا بصراحه ربنا كنت بنا، لان انا كنت ايه في الثامن، على ما اجي من الثامن ده كان الدكتور بياخد كتير، فانا جيت بعد الفطار لقيته بيرن، انا عايزه دلوقتي في صاله 11. قلت له حاضر رانيا، اجري ماما هاجي معاكي. فانا ما قلتلوش رانيا كانت راكبه في التوك توك. فجي بيقول لي بنتي، قلت له مش معايا انا جايبته. قال لي طب اصبري شويه هرن على عم عشان نروح ناخد الايه اللحم. قلت له ماشي. فجاه رانيا نزلت من التوك توك، كانت رايحه تجيب حاجه للأحن. فشاف ايه بنت رانيا مش عارف ايه، اقعدي اشربي حاجه، اقعدي مش عارفه ايه. قال خدي انا عايزه. انا قلت ايه بيكلمك كابوها، مفيش حاجه. وهو سابني قاعده ايه مستنيه الناس عشان اقدمه. فهو خدم هناك عند السوق الحضاري، قعدوا يتكلموا سوا مش عارفه ايه. فرانيا قالت له لا، رانيا قالت له، رانيا حكيت لي انا جيت كلمتك. طب انت ليه يعني ليه حضرتك قلت لها اعملي قطعي التيشيرت اعملي كذا سوي كذا؟ ليه؟ ده كله عشان مشاكله وخلافه مع واحد تاني، انت ما تكونش ذنب في اي حاجه اصلا. بنتي كانت لابسه الطرحه. لقيت رانيا قلعت الطرحه بشعرها. انت تستفاد بايه؟ تستفاد ايه بحضرتك؟ تستفاد بايه؟ ان انت جرستنا وعملتنا، وانت عارف يعني الناس الفقراء ده لما بيصدقوا حد بقى يمسك السيره، وده ده يتكلم وده يتكلم، ليه؟ عملنا لك ايه؟ اذيناك في ايه؟ احنا لا معانا ولا واصلين لك ولا بنخانق معاك على شقه ولا بنخانق معاك على حاجه، احنا كل اللي واخدينه من تبع الدوله من وزاره التضامن، مش خدنا حاجه من حد يعني، ما جيناش جنبه. والله انا لو اعرف ان ده كان هيأثر على بنتي انا لا كنت رايحه ولا كنت جايه. وانا لما قلبي بيدق كتير ببقى فاهمه في حاجه وحشه جايانا. انا لقيت الاستاذه بتاعه الشؤون بترن عليا، انا جاي اعمل لك بحث بس انا عايزه عيالي كلهم. ماشي رنت عليا قالت لي شهادات الميلاد، قسمت الجواز، صور بطاقتك وصور بطاقه زوجك. قلت احنا طبعا، قالت له عقد الايجار، حضرت لها كله. ما كنتش اعرف الواقع الا لما جم عندي وشافت رانيا وخدت ابو رانيا ونزل تحت. ماشي طبعا ده الصدم، جات له صدمه. هو دلوقتي حالته عامله ايه يا ابو رانيا؟ تعبان والله بسبب الموضوع ده. بسبب الموضوع. وانا مش عايزه ابص على رانيا لان رانيا برضه تعبان. رانيا صغيره في السن ما تفهمش حاجه قوي يعني. هو ضحك عليها يقول لها يا رانيا انا هجيب لك شوكولاته، انا هجيب، معلش دي طفله وما استجردتش الكلام. ايوه معلش انت ما بتجيبش كذا، انت ما بتعملش كذا، فانت دلوقتي بتقول لي انا هجيب لك شوكولاته. وانا يعني معلش اي حد فينا هيضعف لقدام البني ادم ده، وانت بتقول هجيب لك شوكولاته. والبنت الصغيره هتفرح بالحاجات دي. بس طب انت يا مرانا الطلب بيه دلوقتي؟ انا بطلب ان سياده الرئيس وامنا الست فرنسيس تتبنى حالتنا وتقف جنب رانيا. وبشكر برضك للمره الاخيره المهندسه نيفين عثمان، وبشكر المجلس الامومه والطفوله على استقبالهم وترحيبهم بينا في المجلس بامان. وبشكر حد كمان استاذ صبره، استاذ صبره برضه.
بشكره جامد جدا والله. قولي لنا بقى رني اخر حاجه بقى، انت بتطلبي بايه او عايزه ايه من الناس اللي عايزوك دول؟ عايزه اقول له احط بنتك مكانه. لحقيقه الان انا ما عايزتكش ولا فاهم طبعا ان انا اذي حد، واللي كان دايما اللي كان في ايدي ما بيبقاش ليا، بيبقى لغيري. بس هو لك ربنا يسامحك، ربنا لا يرجع حقك.